مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. أصدرت عزة زعرور فيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان شوبني اللي حتكون شارت مسلسل النفس الأخير من بطولتها واللي رح ينزل قريبا. شو رأيكم بالأغنية والفيديو كليب؟ اكتبوا لنا رأيكم بخانة التعليقات. بلايف على انستغرام حمست ياسو تي في المتابعين لأفكار وفيديوهات راح تكون مع مصطفى أو ريدر بالقناة قريبا، حيث صرحت أنها أفكار جد قوية. اكتبوا كمان نسبة حماسكم لفيديوهات وتعاونات ياسو وريدر تحت بخانة التعليقات. شاركت نور ستارز مجموعة من الستوريهات من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة بلوك. نزل ميوزك فيديو بلوك، هلا انا عم صور اليوم بيوم التصوير، بس اذا نزل هالفيديو عندكم بالستوري معناته نزل على قناتي باليوتيوب، معناته فيديو ميوزك فيديو. قد ما تعبانه قد ما تعبانه غلطت بهالفيديو، بس حنزله بالكواليس بالستوري، بس انه يعني كنت بدي لكم ننزل الاغنيه واسحب الشاشه، بس حصور هلا واحد جديد. واعتذرت نور كمان من الشباب لأن الأغنية كانت للبنات فقط، ووعدتهم أن الأغنية المقبلة حتكون للشباب وللبنات أيضا. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.